هادي أبو سمرة اللي عم بيقدم أداء متميز ورائع بمسلسلين للموت وعشرين عشرين، عم تلعب دورين مختلفين، بكل دور عندك ميزة. خبرني شوي كيف بتلاقي هيدا النجاح، وشو بتقول الإنسان أو الممثل شو بيقول لحاله لما يعمل دور حلو؟ أول شيء أنا بس بحب أقوله، أنا كممثل بالنسبة لإلي هيدا كان تحدي كتير كبير جد، إني أفوت برمضان، وطبعاً لعدة ظروف إنه 2020 تصور من سنة وللموت قريت نص نادين أنا وما قدرت أقول لا، لأنه كتير حبيت شو كاتبة، كيف عم تحكي أوجاع الناس، مشاكلنا هذا، وخلصنا يعني مش خلصنا بس إنه حاج بقى دراما القصور والفيلات، يعني إنه ماشي الحال هون في توازن. وعشان هيك أنا اللي عم أقوله بالنسبة لي كممثل كان تحدي، عندي شخصيتين فيهم سمات مشتركة، يعني سلطان بعشرين عشرين شخص صلف جلف بده ياخد بالطار بطريقة تقليدية، يعني إلى ما هونين ما ترك موبقة ما عملها، بينما شخصية أمين بالموت واحد وصولي انتهاز حرتقجة بيوصل، وهيدا الشيء خلق لي عن جد أنا كممثل إنه عملت له خط لهيدا بطريقة كيف تصرفه كيف حركاته كيف بيحكي كيف، وهداك بطريقة تانية. وهيدا الشيء عن جد سعيد جدا إنه الناس عم بتقول إنه صح شخصيتين في عندهم جانب شر بس كل وحدة ما قال عليها بالتاني، وهيدا بالنسبة لإلي عن جد عن جد بيفرحني. وردة فعل الناس على 2020 وعلى للموت السنة برمضان هائلة رائعة عن جد، أنا مش قادر أقول قديش سعيد إنه عم شارك بهيك أعمال وعم تاخد هيك صدى مخيف وحلو وإله معنى، يعني مش بس عم يتسلوا العالم، عم بيطرحوا أسئلة. أنا بالشارع لما واحد يجي بده يسبلي على شخصية أمين عن جد بنبسط، لأنه أنا وصلت الفكرة اللي بدي وصلها وعرف المشكلة اللي عم بحكي عنها وحطينا أصبعنا عليها. هلأ شغلتك أنت تعيد تفكير وتقول إنه هيدا الشيء بالمجتمع لازم نغيره. خبرني عن الثنائية مع كارول عبود. يا حبيبة قلبي شو عاملين بالعالم؟ عن جد شو عاملين؟ أنت بتعرفي وكتار بيعرفوا إنه أنا وكارول أولاد المسرح، اشتغلنا بالمسرح سنين، بالسينما مع بعض اشتغلنا سنين، تأخرنا لجينا على الدراما لعدة أسباب ما بدي فوت فيها، بس أنا وكارول يعني هالقد بنعرف بعض، هالقد في انسجام بين بعض. لما بصراحة بيعب للموت لما انعرض علي الدور وعلى كارول، أول كنا عم نفكر، بس لما عرفنا أنه أنا رح ألعب بهيدا وهي هيدا الدور دغري وافقنا تنيناتنا، لأنه نعرف هيدا ملعبنا أنا وكارول، نعرف نخلق العلاقة الانسجام كيف منشتغل كيف نعطي بعض كيف نفهم الشخصيات. وهي حبيبة قلبي كارول، يعني أنا يعني شهادتي مجروحة فيها، يعني إنه من أيام المسرح اللي كنا نشتغله سوا بالسينما وهيك، والحمد لله عن جد إنه الناس حبت هالثنائية رغم الأطماع والوصولية اللي عندهم إياها، يعني معناتها عملنا جو، وبنفس الوقت كانوا طرايا، يعني كوب المهضومين على محتالين على كذا وعم بيرتكبوا أشياء وكذا، بس حلو الناس حبت هالكوب بالمعنى الدرامي وهيدا اللي بيهمنا. هالكوب اللي يعني صار معلق فيه الناس، معلق وانا وحده معلقه بهالكوب، عن جد يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك، وان شاء الله دائما تتوفقوا بادوار بهيدي المنطقه تنضل نرتفع بالدراما. وبدي اقول لك يعني شو محضر شيء جديد؟ قد ايه الخطوه بتكون صعبه من بعد دورين هالقد مهمين؟ صح صح عن جد، يعني هلا مسؤوليه كتير كبيره، وانا عم بقرا كتير قصص هلا، يعني معروض علي عم بقرا وهيك، وبصير الخيار كتير صعب صدقيني، لانه هالمسلسلين علوا المنافسه بطريقه مش طبيعيه، وبالتالي كل كاتب هلا او كل منتج بده يقدم على عمل بده يفكر من للموت مينيموم للموت و2020 اذا بيعمل ممتاز وطلوع، يعني خلص هون المنافسه هيك بدنا نخلقها. وانا هذا الشيء بيسعدني وبخلي الدراما اللبنانيه تتقدم وتتقدم، ونحن الممثلين يعني ناخذ فرصتنا ونثبت حالنا ونمارس متعتنا وشغفنا بهالمهنه. ما بدك تثبت حالك، انت قدير جدا. نحن بنتشرف بوجودك، يعطيك الف عافيه ومتابعينك. الله يعافيك، ميرسي كثير حبيبتي، ميرسي كثير.